ما تنجم تكون رئيسي كان ما يكون عندك برنامج واضح لمراجعة اتفاقيات تونس الخارجية فيما يخص الثروات. ما تنجم تكون رئيسي كان ما تكون رئيس التوانسة الكل، استدير الابتعاد على المحصلات الحزبية والانتماءات وشوف القوانين اللي متمسش الفئات من تونس كسوا المساواة في الميراث والمنع الحجاب وبليس العلاقات الخارجية متاع تونس توطيدها وتحسينها بما يرجع بالفايدة على تونس في كل المجالات.